نحن اليوم بالضاحية الجنوبية بيروت عم نعمل جولة إعلاميين لنشوف عين الأتراك. لا تزال المباني عم يطلع منها الدخان حتى هذه اللحظة. طب شو عم نتنشر؟ طب شو هي هيدي الدخان؟ طب شو عم يضربنا الإسرائيلي؟ طب شو عم تقصفنا إسرائيل؟ ما عم بحكي هلا كإعلامك، عم بحكي كمواطن عم بتنشر هيدي الغازات. إلي 3 أيام عم بتنشر هيدي الغازات. السموم اللي عم معبية بالأجواء يمكن نشوف تداعياتها هالفترة يمكن لبعد سنة أو سنتين. ما راح احكي عن الجنوب والقصف المستمر على الجنوب. من امبارح اليوم العدو الاسرائيلي وجع على الضاحية 15 غارة، وبيوم واحد يوم من الغارات وجع على الضاحية 80 طن من المتفجرات. 80 طن نحن عم نتنشقهم، 80 طن فاتوا على روايانا، روايا سكان العاصمة، روايا السكان الموجودين ببيروت، روايا السكان الموجودين بالضاحية، برف الضاحية.